عندي بقى هنا البطاطس، سلطة البطاطس. بجيب مية احطها على النار، بحط عندي شوية من الملح. نركز بقى في السلطة ديت، حط عندي شوية من الملح، حط عندي البطاطس اقطعها مكعبات، اكون حاططها في شوية شوية في مية طبعا، ونزل عندي المية تبدأ اللي هي تتسلق معايا. خلصت كده المية البطاطس، وعندي جزر بسلقه معاها، بس انا سلقته قبل الهواء. يعني سلطه ايه؟ سلطه البطاطس. تعال نشوف بالكاري والتونه. ايه حكايه الكاري ده بقى؟ تعالوا بقى نشوف. عندنا في كاري هتلاقيه باودر في معلبات، عايزه تستخدميه على طول زي ما هو كده باودر، استخدميه باودر، لكن انا بفضل ان يعني انت تعمليه معجون. يعني تاخدي الكميه اللي حضرتك عايزاها، هتلاقيه في، لو رحت اي سوبر ماركت كبير هتلاقيه في رف خاص بمنتجات الشرق اسيويه، هتلاقي موجود فيها كل حاجه، الوسابي بقى وحاجات السوشي، الحاجات التوابل الهنديه، معجون الكاري، يعني الميكس كله هتلاقي موجود في الرف ده. فتقدري تجيب العلبه، هتلاقي في منها معجون وفي منها باودر. لو ما فيش عندك المعجون، بتقومي جايبه الميه، شويه ميه على نفس الباودر، يعني معلقه مثلا او معلقتين من الباودر على معلقه ميه كبيره، وتبداي اللي انت ايه، بص تضربيها مع بعض كده. وعايزه تعملي شويه صوص بقى بالكاري، تعمليه بص بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نشتغل عندي فين؟ في سلطه البطاطس بقى. بجيب عندي زبده، يعني ممكن نشوفها ان شاء الله في الفصل الثاني، لان انا هعمل البطاطس لسه ما سلقتش، وعشان هركب كله مع بعضه لانها هتاخد برضو تونه، وهنقدمها بشكل ان شاء الله يكون مميز. نشوفها لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل وهنبدا ان احنا نحط ان شاء الله الطاسه على النار عشان نعمل سلطه البطاطس بالمعجون الكاري. فبحط عندي زبده، هسيح الزبده عندي على النار، وفي نفس الكلام برضو في نوع من الخبز الجميل اللي انا هعمله، هعمل برضو سلطة البطاطس فيها. سي عندي الزبدة أو زيت الزيتون، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الجزر، الجزرية يا عم حمدي اللي احنا سلقناها، ونبدأ ان احنا نقطعها شرايح. تمام اهو الجزره دي طبعا ايه، مسلوقه. تشريها وبعد كده تسقيها، وبعد كده نحطين عندنا الجزر، فلفل حامي، وبعد كده نقوم حاطينه على الجزر اللي انا برضو سلقه، بطاطس، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الايه، معجون الكاري، شويه ملح، وبعد كده نقوم حاطين عندنا اخر حاجه خالص شويه من الكزبره. او بقدونس مفروم. نبدا نضيفهم فين؟ على السلطه بتاعتنا. البطاطس بمعجون الكاري. سيبها على النار حاجة بسيطة عشان لسه هتاخد ايه؟ المايونيز بتاعها. خلاص اهيت. تعالوا بقى نشوف عندنا المايونيز بتاعنا، نضيفه عندنا في البولة هنا. ادي المايونيز، كوباية من المايونيز بتاعنا، نضيفه هنا، وبعد كده نقوم واخدين عندنا البطاطس
بس يا ريت تسيبها تبرد الاول وبعد كده تضيفيها فين؟ على المايونيز بتاعك نفسه، على المايونيز على طول. قنبله بجد والله، يعني حاجه هتعجبكم قوي 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 ان شاء الله. بس البطاطس تحفه، واللي هي بقى بالهنا والشفا، وتستمتعي بالطعم بتاعها فعلا. العيش بتاعنا مش يلا نستسيكه كمان. تسلم يا ابراهيم. السلطات كلها بنشوفها في المطاعم بتتعمل ازاي، ايه الشكل بتاعها، بقولها لك قدام حضرتك اهيت، حاجات سهله جدا وبسيطه. نحط ديت، وبعد كده ايه بقى؟ قطع التونه عليها كده من فوق. يلا ادي الحاجه بتاعتنا، وادي الشكل النهائي بتاعنا لسلطه التونه، سلطه البطاطس بمعجون الكاري بالتونه بالمايونيز. جربيها وشوف الطعم هيبقى عامل ازاي، وقولي لي رايك ان شاء الله، لان انا بحب فعلا استنى ارائكم، خصوصا اللي جرب الحاجه، اللي جرب الحاجه وده الطعم يشوف الطعم بتاع البطاطس ده هيبقى عامل ازاي ويقول لي رايه هيبقى عامل ازاي فيها. يا جماعه سلطه البطاطس حاجه مش طبيعيه والله، يعني يا ريت تجربوها. اكلت منها حته كده في الفاصل، ان شاء الله المعجون الكاري بجد حاجه محترمه جدا مع المايونيز ومع بقيه الحاجه، والكزبره والفلفل الحامي يعني كل حاجة فعلا عاملة انسجام حلو قوي في الطعم. المقادير نزلت قدام حضراتكم، واللي ما تابعناش تابعنا في الإعادة. احنا حطينا جبنة البطاطس سلقناها، وبعد كده حطينا الزبدة عندي على النار، وحطينا الجزر المسلوق قطعناه مكعبات أو شرايح رفيعة، وبعد كده حطينا الفلفل الحامي، حطينا البطاطس، بعد كده بعد ما حطينا البطاطس حطينا معجون الكاري وحته زبده كمان صغيره، شويه بقدونس مفروم وشويه ملح، خدناهم بعد ما بردوا حطيناهم مع كوبايه مايونيز وقلبنا، وبعد كده حطيناه في الباسكت بتاعنا الجميل ده. واخر حاجه خالص بحط عندي التونه المكعبات او القطع عليها كده من فوق، والفلفل السبايسي ده من هنا، وكده ده الجارنش اللي انا بعمله ليه طبق السلطة المحترم.